أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك تمام العافية ودوام العافية وحسن العاقبة اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك اللهم إنا نسألك علما نافعا وحفظا كاملا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا اللهم استرنا بسترك الجميل اللهم استرنا بسترك الجميل اللهم اشف مرضانا يا شافي الأمراض اللهم تقبل دعواتنا يا مجيب الدعوات يا الله يا رحمن يا رحيم برحمتك نستغيث اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم خذل الكفرة والمشركين اللهم أنزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين فسهل يا إلهي كل صعب بحرمة سيد الأبرار سهل اللهم ارزقنا زيارة حرمك وحرم نبيك المصطفى صلى الله عليه وسلم يا رب مكة والصفا اغفر لنا يا سامعا لدعائنا وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.